خير إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء عليكم السلام ورحمة الله. زي ثاني عبد المغيس. نعم. عبد المغيس. عبد المغيس. الدار البيضاء من المغرب. يا أهلا وسهلا. إلى كل الدول العربية. يا أهلا وسهلا. ولكل المشاهدين برنامج عرب جوت تالنت. شو بتعمل عبد المغيس؟ دابا إن شاء الله حامل حركات. يلا إن شاء الله خير. تفضل. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around. شاف شاف العظام شاف العظام. أنا شايف أنه عبد المغيث قدم لنا اليوم مرونة في الجسد الحقيقة، يعني قدرة ما في شك أنها قدرة، يعني أنا استمتعت فيك. الحمد لله. كتير قليل يلي عندهم هالمرونة الفظيعة. اللي حبيته أكتر إصرارك على الوصول بكل ما بتمتلكه، وأنا حبيتك. بارك الله فيك. أنا يعني يا عبد المريد، أنا بعتقد أنه هناك فرق بين القدرة والمرونة الجسدية والموهبة. يعني أنت عندك قدرة ومرونة جسدية، ولكن الموهبة يعني ما بعرف إذا يعني هذا يعرف كموهبة تستحق أنه تستمر معنا بهذا البرنامج إلى المرحلة الثانية. أنا بعتقد استمتعنا في هذه المرحلة وهذا كافي بالنسبة لي. رأيك بعبد المغيث؟ قلت له رأيك. قلت لك رأيك. لا، إنه رأيك يعني إيه أو لا؟ قرار بس. قراري عفوا. لا. لا. إيه. طب وأقول لا أنت عم تبتسم. ها؟ شكرا. قول أنت عم تبتسم علي. لا. روح رياضي عادي. مرسي. شكرا. عبد المغيث. نعم أوس. أنا بعطيك نعم أنا وكثير عم بضحك. علي يقول لا نجو نعم أنا نعم. بارك الله فيك. سعد. بعتذر بعتذر من علي. أتمنى المرة الجاية إن شاء الله أكون في المستوى وأكون يعني حسن ظنك إن شاء الله. والله أنا أتمنى ذلك كمان يا عبد المريد. بارك الله فيك. مهضوم هو يا كتير مصر. برافو. عبد المغيث نال النعم مو بس لمرونته وللباقته كمان، وزي ما دخل خرج بكل رواق وخفة واللي